تكريم رائع حظي به مدرب المولودية مزيان إغيل من قبل الضيوف إدارة فريق اتحاد بسكرة قبيل مباراة الدور السادس عشر والتي كانت فيها البداية لصالح المولودية. هنا عبد الرحمن حشود وهذه المتابعة من قروي المدافع عبد اللي من على خط المرمى. الرد جاء من لوز بهذه التسديدة القوية التي أحرجت نوعا ما الحارس شوشي. مولودية الجزائر بعدها سيطرت بالطول والعرض على أطوار المباراة خاصة بتراجع فريق اتحاد بسكرة إلى الخلف وفسح المجال لمهاجمي المولودية. وهنا جرمي يتوغل يوزع والهداف مرزوقي في المكان المناسب براسية محكمة يمضي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 39. توزيعة رائعة من جرمي ورأسية أروع من مرزوقي، هدف مقابل صفر هي نتيجة المرحلة الأولى. محاولة أخرى للمولودية قبل نهاية المرحلة الأولى بهذه التسديدة من مرزوقي لم تمر بعيد عن إطار مرمى فريق اتحاد بسكرة. في المرحلة الثانية وصلت المولودية الضغط وركنية حشود في المتابعة أبو هنة لم تمر بعيدة، ثم حشود بتسديدة قوية تابعها بامتياز الحارس علوي مباشرة إلى الركنية. جورمي يتوغل في هذه الكرة يوزع ودرارجا وليد تقريبا وجها لوجه يضيع ما لا يضيع، وكان بالهداف درارجا لم يكتب له أنه يسجل في هذه المباراة. وبتسديدة قوية تابعها بامتياز الحارس علوي أول ظهور للمستخدم الجديد بوشريط في هذه المباراة وساهم في تأهل فريقه المستحق إلى الدور المقبل. درارجا دائما بتسديدة داخل منطقة العمليات علوي في المكان المناسب، ورغم هذه المحاولة الأخيرة إلا أن المباراة انتهت بفوز وتأهل المولودية إلى الدور ثمن النهائي.